نأتي إلى الركن الثاني، ركن الصلاة. شيخ عمر، يعني الصلاة ما شاء الله تبارك الله موضوعها جميل جدا، وموضوعها يعني يحتاج تفسير أتوقع أيام وساعات وليالي. فبموضوع الصلاة يا شيخ عمر، الله يبارك فيك، ما المقصود بالصلاة؟ المقصود بموضوع الصلاة الآن، هل يجب على كل شخص مسلم أن يصلي؟ طيب، أولا من هو المسلم؟ واضح، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في أخرجه البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا، واضح، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. واضح. طيب، إذا الإنسان ترك الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام قال من شروط أن يكون مسلم من صلى صلاتنا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. واضح الحديث الشريف، تمام. والآن أنا أمامي كتاب حرب الكرماني رحمة الله تعالى عليه، وهو تلميذ الإمام أحمد بن حنبل، يقول، يتكلم إلى أن قال: والكف عن أهل القبلة لا تكفر أحدا منهم بذنب، واضح، ولا تخرجه من الإسلام بعمل إلا أن يكون في ذلك حديث، فيروى الحديث كما جاء وكما روي وتصدق به وتقبل تعلم أنه كما روي نحو ترك الصلاة. طيب، الآن ننظر إلى مثلا الخلال ماذا يقول عن أهل القبلة، يعرف أهل القبلة، يقول: هم أهل التوحيد والصلاة. هم أهل التوحيد والصلاة. قال ابن قتيبة المتوفى سنة 240، أنا قاعد أعطيك كلام متقدمين من أهل العلم، شيخ البخاري ابن قتيبة رحمه الله يقول في عقيدته، يقول: ولا نكفر أحدا بذنب إلا ترك الصلاة وإن عمل الكبائر. الله أكبر، كلام عظيم. وقال ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه في قصيدته المشهورة، قصيدته في السنة، يقول: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. إسحاق بن راهويه ينقل إجماع، قال: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. كذلك حكى الإجماع أيوب السختياني المتوفى سنة 131 رحمه الله، يقول، وهو من كبار التابعين، ينقل الإجماع، فقال رحمة الله تعالى عليه: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. الله أكبر. وهذا في كتاب تعظيم قدر الصلاة في صفحة 978. فهذه إجماعات صحيحة متلقاة بالقبول بين أهل السنة، يحكيها أهل العلم عمن أدركوه من علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. راح أتكلم كذلك عن الإجماعات الموافقة للصحابة. تخيل أن الصحابة أجمعوا على تكفير ترك الصلاة. الله أكبر. الصحابة. طيب، أعطنا واحد من صحابة رسول الله يقول بتكفير تارك الصلاة. طيب، هذا جابر رضي الله عنه، جابر ابن عبد الله، من أكثر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رواة الحديث. قال جابر رضي الله عنه وأرضاه لما سئل: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله؟ وش العمل هذا اللي أنتم، لو الإنسان تركه، قلتم أنتم كافر، ولو الإنسان عمل به قلتم أنه مؤمن، إيش هو العمل هذا في عهد رسول الله؟ فقال: الصلاة. الله أكبر. وهذا الحديث صحيح عنه رضي الله عنه. كذلك عبد الله بن شقيق التابع الجليل المتفق على جلالته رحمه الله يقول: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ينقل إجماع، الصحابة، وهذا أثر ثابت عنه رضي الله عنه وأرضاه، رواه الترمذي. طيب، فالإنسان عموما يحذر من ترك الصلاة ويعظم الصلاة. وهذه أقوال الصحابة، إجماع
من الصحابي جابر وإجماعات كثيرة جدا من التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك قبل أن أنتقل، هناك حديث حسن البصري من كبار التابعين، من كبار التابعين الذين أدركوا كثيرا من الصحابة رضي الله عنه، يعني هو أدرك كثير من الصحابة حسن البصري. انظر ماذا يقول: بلغني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يترك الصلاة من غير عذر. الله أكبر. وهذا إسناده صحيح إلى الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه، أنه إذا العبد تمت محاسبته يوم القيامة بصلاته، فهل يحاسب بزكاته وحجه قبل الصلاة وإلا بعد الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. إن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. فالإنسان أول شيء أن يركز في صلاته. أول شيء، هذه أهم شيء، أنك تكون محافظ على الصلوات، فالإنسان ما يأخر الصلاة عن وقتها. وكما تقدم ذكرنا قول السلف في أنه الإنسان لو ترك الصلاة من غير عذر، لو صلاة واحدة من غير عذر، فإنه يكفر. كذلك هذا اختيار الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه. وأنا أنصح نصيحة أنه الإنسان يلتزم بالصلاة دائما وأبدا، حتى وإن كان مقصرا في جوانب أخرى. واضح؟ يعني مثلا إنسان يشرب خمر، إنسان يزني، إنسان إلى آخره، يعني من الأعمال السيئة يعني، لكنه إذا كان محافظ على الصلاة في أوقاتها، يوم الأيام بإذن الله سبحانه وتعالى راح تكون الصلاة سبب في إنك أنت تبطل شرب الخمر، في إنك تبطل الوقوع في الزنا. راح تصلح في يوم الأيام الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى. فعشان كذا أقول لك حافظ على الصلاة، ثم بعد ذلك تذهب إلى الصلاة تصلي، فتقرأ قول الله عز وجل: ويحذركم الله نفسه. فأنت يعني تخاف وتبطل بعدين شرب الخمر والوقوع في الزنا. واضح؟ فالإنسان يحافظ على الصلاة في أوقاتها، وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. فالإنسان يحذر. وهذا أيضا تطبيق لقوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فيعني تعقيما على كلامك يا شيخ عمر، الآن أنت قلت يعني إذا كان الإنسان يزني أو يشرب يجعل الصلاة مثلا كالعادة، بل يجعل الصلاة عبادة. فأتوقع إن شاء الله تعالى يعني مع المستقبل، فالإنسان عندما يطبق هذا الشيء أتوقع يعني يستغني عن أمور الدنيوية ويذهب للأمور التي تجذب له الحسنات، يذهب يبعد عنه السيئات بإذن الله تعالى، يبعد عنه الأمور السيئة ويجد له الأمور الحسنة بإذن الله. أحسنت، جزاك الله خير يا حبيب قلبي. الله يبارك فيك يا رب. طيب، الآن تكلمنا عن عقوبة تارك الصلاة، ألا تكلمنا قليلا عن فضل الصلاة وجمالها؟ طيب، الله سبحانه وتعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تخيل معي، قال ابن القيم رحمه الله: إذا كبر ابن آدم في الصلاة غار الشيطان منه. الله أكبر. غار الشيطان منه. فالإنسان لما يكون هو يستشعر أنه بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال، شوف سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا ينصب وجهه تلقاء وجه عبده في الصلاة. الله أكبر. تخيل، الله ملك الملوك سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقرب، شوف، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الله أكبر. تكون قريب من الله سبحانه وتعالى. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأكثروا فيه من الدعاء، لأن قريب من الله سبحانه وتعالى. أنصح لي ما يصلي، كيف تبغى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعرفك يوم القيامة؟ في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه سيعرف أمته يوم القيامة، حتى الصحابة قالوا: كيف تعرفهم يا رسول الله، كيف تعرفهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: غر المحجلين من أثر الوضوء. الله. خير اللي يعني مثلا واحد جاب بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب1400 سنة،
محافظ على الصلوات. يوم القيامة كيف يعرف النبي عليه الصلاة والسلام أنه هذا الإنسان بعد النبي عليه الصلاة والسلام جاء هذا المخلوق بألف ومئة سنة يتوضأ، فيعرف النبي عليه الصلاة والسلام أنه هذا الإنسان من أمته. الوضوء سبحان الله. فأنت لما تتوضأ استشعر أنه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة رح يعرفك. لما تغسل ذراعيك بالماء، رجليك، وجهك، أنت تعرف أنه هذا الأثر راح يشوف النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة وراح يعرف أنك أنت من أمته. لكن لما تصلي كيف يعرفك النبي عليه الصلاة والسلام أنك أنت من أمته؟ نعم، اللهم صل على سيدنا محمد. من أثر السجود سبحان الله تجد النور يعني يشع من وجه المصلي سبحان الله. أيوة، هذا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. من أثر السجود نور في وجوههم. لما تطلع أنت في وجوه الصحابة تعرف أنه في وجوههم يا أخي يعني أثر السجود. كيف أعرف أنه في أثر السجود؟ بالنور. نعم. رجل سلم قال لهذا الرجل: سلني، قل لي إيش تبغى. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك قل لي إيش تبغى، أنا أدعي الله سبحانه وتعالى، قل لي إيش تبغى. والنبي صلى الله عليه وسلم دعوته مستجابة. فقال هذا الرجل: أسألك مرافقتك في الجنة. الله أكبر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ هذه صعبة قوية هذه. أو غير ذلك؟ فقال: هو ذاك يا رسول الله، أنا بس أبغى هذه، ما أبغى لا بيت ولا أبغى لا قصر ولا أبغى لا مال، أسألك مرافقتك في الجنة. الله. فقال عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود. الله. فأعني على نفسك بكثرة السجود. تبغى مرافقتي في الجنة؟ أكثر من السجود. الفرائض، النوافل، أكثر من النوافل. في الحديث الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله. فإذا الله أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله الله، والله الله، يعني شيء جميل جدا جدا. يعني موضوع الصلاة موضوع جميل جدا. يعني الإنسان يوم وقت يكون يصلي ويسمع هذا الكلام راح يكون جدا مبسوط وجدا فرح بهذا الكلام الجميل. والإنسان الذي لا يصلي أتوقع عندما يسمع هذا الكلام ويتعظ، فسبحان الله أعتقد ناس كثير راح تصلي بإذن الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: إذا ركع الرجل في الصلاة تساقطت ذنوبها. الله. تخيل، يعني هي حمل. يقول الله سبحانه وتعالى: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ذنب. الله سبحانه وتعالى يقول: رفعنا، خلاص أنت غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الله. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. شوف الله. الذنوب إذا راحت من عند الإنسان خلاص رفعنا لك ذكرك. الله. يرفع الله سبحانه وتعالى ذكرك وتأخذ الله نصيب من رفعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة رضي الله عنهم وأرضاه: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. تخيل عندك الآن نهار قدام بيت، قدام باب بيتك. نعم. تيجي أنت تغتسل منه كل يوم 5 مرات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: هل يبقى من درنه شيء؟ راح يبقى وصخ؟ أكيد لا. قالوا: لا يبقى من درنه شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الله الله، على هذا الكلام الجميل. الله، نشوف كيف الصلاة تطهرك من الذنوب والخطايا، كيف الله. أنها تنقيك الله. تطهرك سبحان الله، ترجعك ثوب أبيض جميل جدا، يعني ناصع. بالضبط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: إني فرضت على أمتك 5 صلوات، وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة. الله الله أكبر. ومن لم يحافظ
عليهن فلا عهد له عندي. الله تفضل يا شيخ عمر. هذه نصيحة، هذه نصيحة لمن لا يصلي. نعم. اسمع هذا الحديث واعرف أين مصيرك إذا لم تصلي، وإذا مت وأنت لم تصلي. الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام هو الذي سيقول هذا الكلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل على سيدنا محمد. يقول عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه، اسمع يا من لا تصلي، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة إلى يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها، شوف، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاح، وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. الله، تحذير شديد اللهجة. تعرف مين هو يا حبيبي أبو إياد؟ تعرف مين أبي بن خلف؟ من هو؟ هذا رجل قتله النبي صلى الله عليه وسلم، الوحيد الذي قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستحشر معه الله يا من لا تصلي، وستحشر مع فرعون، وستحشر مع هامان الساحر الذي كان مع فرعون. الله، تخيل مصيرك هذا إذا لم تصلي. فالواحد يحذر. نعم. الإنسان لما يحسبها بينه وبين يقول أنا صعب، كيف أنت أصلا تعيش بدون صلاة؟ الصلاة راحة، الصلاة طمأنينة، الصلاة سرور، الصلاة فرح، الصلاة صلة بينك وبين الله، الصلاة نجاح. نعم. الصلاة برهان ونجاة إلى يوم القيامة. شوف، إلى يوم القيامة، يعني حتى في الدنيا نجاة، إلى يوم القيامة كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. يعني ما أدراك، سبحان الله، إنسان يجي يكبر ويقف بين يدي الله عز وجل، كيف ما تكون طمأنينة وراحة نفسية؟ سبحان الله. بالضبط. يعني أنت قاعد تكلم تكلم الله سبحانه وتعالى. نعم. وتقرأ كلام الله عز وجل من القرآن الكريم. يعني أفضل 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 شيء، يعني أفضل شيء تعمله في الدنيا هو أن يعني تقف بين يدي الله عز وجل وتقرأ كلام الله عز وجل. طيب، أنا أبغاك تسمع هذا الحديث. تفضل تفضل يا شيخ عمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. نعم. نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال، أي العبد، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله عز وجل: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول الله: فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: فهؤلاء لعبدي، ولعبدي ما سأل. الله أكبر، الله أكبر. شوف، خطاب بينك وبين الله، تكلم الله وهو يكلمك سبحانه وتعالى. الله. وتكلم الله سبحانه وتعالى بكلامه. سبحان الله تبارك الله. يعني جدا موضوع جميل جدا بصراحة. يعني الإنسان يعني قد ما قدر يلخص في موضوع الصلاة يعني بده يمداله أيام وليالي. سبحان الله. وقال عمر أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب أبو حفص رضي الله عنه وأرضاه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وسئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن إضاعة الصلاة فقال: هو تأخيرها عن وقتها. فقيل له: ما كنا نظن ذلك؟ فقال: لو تركوها لكانوا كفارا. الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. نختم في هذا، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا.
الله يبارك فيك يا شيخ عمر.